بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أنواع العصبة، وهم على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة ثلاثة أقسام، فيقال هذا عاصب بنفسه، وهذا عصبة بالغير، وهذا عصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس، العاصب هو نفسه، الأخ عاصب، الأب إذا لم يوجد أولاد فهو عاصب، الابن عاصب، ابن العم، ابن العم، كل من أدلى للميت بوارث من العصبة فإنه يكون عاصبا بنفسه. كل ذكر أدلى إلى الميت بميراث غير فرض فإنه يكون عاصب. عصبة بنفسه، عصبة بالغير، يعني صارت هذه الأخت عصبة بأخيها، صارت البنت عصبة بأخيها، وهكذا. عصبة بالغير، عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، كونها مع هذا الوارث صارت عصبة. عصبة بالغير هي وإياه أصبحوا عصبة، هي وإياه أصبحوا عصبة. عصبة مع الغير، معه، هو وارث فرضا، ووارث فرضا، وأصبح مع هذه الوارثة فرضا عصبة. عصبة مع أو ب، الباء يعني صارت مشاركة له، عصبة بالغير مشاركة لهذا العاصب. عصبة مع الغير، صار وجودها مع هذا عصبة وليس هو عصبة، ليس هو عصبة، وإنما أصبح عصبة مع هذا الوارث إذا جاءت البنت مع أخيها، قلنا أصبحت هي وإياه عصبة. جاءت الأخت مع البنت، البنت ليست عصبة والأخت ليست عصبة، لكن اجتماعهما معا صير الأخت، صير البنت عصبة، وإلا الأخت لا تزال ليست عاصبة. عصبة معها يعني وجودها معها، هذا الفرق بين مع وبي. بالغير يعني أصبحت هي وإيا الغير عصبة جميع. وأما إذا كانت مع الغير فأصبحت عصبة معه وليس الذي معها عصبة. واضح الفرق بينهم؟ عصبة مع الغير وعصبة بالغير. عصبة بهذا الغير، الأخت مع أخيها والبنت مع أخيها وبنت الابن مع أخيها، هذه عصبة به، يعني أصبحت هي وإياه عصبة سواء. أما عصبة مع الغير فهذه أصبحت عصبة لكونها مع هذه البنت، قوتها هذه البنت وأصبحت عصبة
مع الغير، فالأخت ترث فرضا. الأخت إذا لم يوجد سواها لها النصف، البنت إذا لم يوجد سواها فلها النصف، لكن البنت مع أخيها تصبحان عصبة جميع يشتركان. أما الأخت مع أخيها، الأخت مع الأخت الصحيحة، الأخت الوارثة مع البنت، البنت عصبة لكن ليست عصبة بنفسها ولا مع أحد، ما تنتقل من كونها صاحبة فرض إلى عصبة. فمثلا الأخت تأخذ ماذا؟ تأخذ النصف. الأخت تأخذ النصف، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فالأخت تأخذ النصف فرضا أو تعصيبا. الأخوات مع البنات مع كونها مع بنت تأخذه تعصيبا. فمثلا أخت وأخ يشتركون في التعصيب، الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن بنت معها أخت، العصبة الأخت صارت مع البنت عصبة وليست هي بنفسها عصبة، وإنما صارت الأخت مع البنت تعصب ولا تنتقل البنت للتعصيب. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هذا الفرق بين عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، مع ليست بها، معها وجودها معها في الميراث تجعل الأخت عصبة وإن كانت البنت ليست عصبة. البنت مع ابن مع أخيها والابن مع أخته يصبحان جميعا عصبة بهذا الاشتراك، عصبة مع وعصبة بالغير. الباء تدل على اشتراكهما بالتعصيب، والمع تدل على انفراد الأخت بالتعصيب دون الابنت. عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. والعصبة بالنفس على قسمين: العصبة بالنفس يعني اللي يكون عاصب هو نفسه، وعصبة بسبب. هلك هالك عن ابن وبنت، بالذكر مثل حظ الأنثى. نعم، كيف نقسم؟ المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنت عصبة مع الغير أو مع عصبة بالغير، عصبة به بالغير يعني وجودها هي وأخيها أصبحوا جميعا عصبة. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، بنت وأخت، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد فرضا وللأخت الباقي تعصيبا.
فالأخت أصبحت مع وجود البنت عصبة، لكن نقلت البنت إلى العصوبة؟ لا ما نقلتها. وقد تأخذ الأخت أكثر من البنت، فيما إذا مات رجل عن خمس بنات وأخت شقيقة كيف تقسم الميراث؟ يقول المسألة من اثنين، المسألة من اثنين، من ثلاثة للأخت، الأخوات الخمس الثلثان اثنان، وللأخت لأب أو لأم أو لأبوين لها الباقي تعصيبا، فالاثنان يشترك فيها خمس أخوات، خمس بنات، والواحد يأخذه واحدة أخت، فالأخت هنا أخذت أكثر من البنات، لأن البنات اشتركن بالثلثين ولم تشاركهن الأخت، أخت أبيهن، وإنما أخذنا الثلثين وأخذت البنت الأخت الباقي، ما نقول أخذت الأخت الثلث، لا، لأن الثلث ليس نصيبها، وإنما أخذت الباقي تعصيبا. هلك هالك عن ست بنات وأختين شقيقتين أو أختين لأب سواء، المسألة من ثلاثة، لست البنات الثلثان اثنان، وللأخت الشقيقة أو لأب الباقي تعصيبا، ما نقول لها الثلث لأنها لم يفرض لها ثلث، وإنما أعطيت تعصيبا. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين، المسألة من ثلاثة، للبنتين ثلثان اثنان، وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا، أليس البنات أولى بها، بنات الابن أولى به؟ نقول لا، البنات ليس لهن في كتاب الله إلا الثلث للواحد، النصف للواحدة، وثلثان اثنتين فأكثر، وليس لهن زيادة على ذلك. بنات الابن ما يأخذنا مع البنات زيادة على الثلثين. فإذا هلك ذلك عن بنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم، المسألة من ثلاثة، قل الخوات أو كثرنا، المسألة من ثلاثة، للبنتين الشقي، البنتين الثلثان اثنان، والأختين الشقيقتين الباقي تعصيبة، هل نقول الثلث؟ لا، لأنه ليس لهن الثلث في كتاب الله. هذه الثلاثة الأصناف كلهن يطلق عليهن بأنها عصبة بالنفس، عصبة بنفسها، ومع ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. والعصبة بالنفس على قسمين،
عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. عصبة بالسبب وعصبة بالنسب. ما هي العقب؟ العصبة بالسبب والعصبة بالنفس، بالنسب أو بالسبب. الأخ عصبة بنفسه، نعم. الأخ والأخت عصبة بأنفسهما. العصبة مع الغير، أخت وبنت، أخت وبنت، البنت لها النصف فرضا تنتقل للعصوبة، لا، والأخت لها النصف الباقي عصبة تعصيبا. عصبة بالنسب، أخ مع أخيه، عم مع ابن أخيه، وهكذا، هذا عصبة بنفسه. الثاني ليس عصبة لهذا الميت، وإنما هو عصبة بالسبب، بسبب العتق، أعتق فصار عصبة بسبب عتقه له. والعصبة بالنفس على قسمين: عصبة بالنسب، يعني أنه يجتمعان بالنسب، أبوهما واحد أو أخوهما واحد أو عمهما واحد، وهكذا. وعصبة بالسبب، بسبب هذا العتق أصبح عصبة، هلك هالك عن معتق، يكون المال للمعتق، هل هو عصبة بنفسه؟ لا، أصبح عصبة بسبب عتقه، هلك هالك عن معتق وابن معتق، المال للمعتق، هلك هالك عن عم معتق وبنت معتق، المال للعم، لأن قلنا العصبة عصبة بالنفس، العصبة مع بالغير ما تكون إلا لوارث بسبب سبب العتق. فمثلا عصبة هلك هالك عن ابن معتق وبنت معتق وعم معتق وأم معتق، لمن يكون المال؟ للابن وأخته؟ لا، أخته ما تأخذ شيء، لأن أخته عصبة بالغير. العصبة بالنسب من هم؟ هم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم والمعتق، هؤلاء ليسوا بعصبة. ألم نقل المعتق عصبة؟ عصبة ليس بنفسه، وإنما عصبة بسبب، إذا وجد هذا السبب فبها ونعمة، لم يوجد فإن أو وجد ما يعصبه يمنعه من الميراث فإنه يمتنع. اقرأ. والعصبة بالنفس على قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بسبب. والعصبة بالنسب هم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم والمعتق. ونكتفي هؤلاء الثلاثة
ليسوا عصبة بالنفس. الأول الزوج ليس بعصبة إطلاقا، والأخ لأم ليس بعصبة إطلاقا، والمعتق ليس بعصبة بنفسه، وإنما هو عصبة بسبب، والنفس مقدمة على السبب. ونكتفي اختصارا بتفصيل صاحب الرحبية، صاحب الرحبية لهم، حيث قال: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل الماء قوله رحمه الله بأن هذا القول موجز وأتى بالمعنى كاملا فهو مصيب. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخ العصوبة المفضلة. فكل من أحرز كل المال من القرابات، الأخ، الابن، الأب، العم، ابن العم، ابن الأخ، وهكذا من القرابات، أو الموالي، معتق، أب معتق، عم معتق، وهكذا، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة كالأب والجد. أخو العصوبة المفضلة يفضل بعد الفرض له، بعدما يأخذ أصحاب الفروض فروضهم يبقى هذا العاصب يأخذ ما بقي، إن بقي له شيء أخذه وإلا سقط. كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، الابن وابن الابن وابن ابن 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 ابن، وهكذا، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، والأخ وابن الأخ والأعمام العم وابن العم، والسيد المعتق ذي الإنعام، السيد المعتق بسبب عتقه لهذا الرجل فإنه يأخذ ما بقي فرض تعصيبا. وهكذا بنوهم جميعا، فكن لما أذكره سميعا. نعم، هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.